كل البشر تنساك، ما ينساك لي خلقك، ربنا يوزع الأرزاق، ميتك رباك يرزقك. حال الدنيا يوم وياك مرة ويوم بي حلوة، تتعلم من الأيام صير من الحياة أقوى، وكل باب التجي مقفول باكر بالصبر يفتح، بالدنيا اليأس مرفوض عيشوا يا الأمل تربح. وكل زمان للسعادة بداية، وكل زمان الحزن نهاية. خير الكلام هي كلمة إرادة، والمحبة عبادة كل دقيقة سعادة. خير الكلام هي كلمة إرادة، والمحبة عبادة كل دقيقة سعادة. على نياتكم ترزقون الخير، على نياتكم ما يروح الغير. عاشر بالمحبة الناس، بالحب دنيتك تحلى، واترك للأمل إحساس مهما تطول الرحلة. مد يدك لكل إنسان، انطي لكل بشر طاقة، عيش الدنيا فاعل حب، الحب قوة عملاقة. اجمعنا الحياة ونصير ذكرى من بعد فترة، مثل الغيمة تمطر خير وتعيش بألف شجرة. عيش الحياة وبدي صفحة جديدة، عيش الحياة هي قصة سعيدة. عيش الحياة السعادة شجاعة، الفرحة هي قناعة، والفرج على ساعة. عيش الحياة السعادة شجاعة، الفرحة هي قناعة، والفرج على ساعة. على نياتكم ترزقون الخير، على نياتكم ما يروح الغير. هذا البرنامج يستهدف الناس اللي نسميهم من أهل الله، أهل الصبر على قساوة الحياة. نتسلل لحياتهم باعتبارنا جمعية إنسانية، نرغب بتقديم راتب شهري لهم، ومن خلال هذه المعلومات نتمكن من معرفة تفاصيل حياتهم المليئة بالمشقة والمعاناة. نبدأ بمراقبتهم دون أن يعرفون، ونوزع كاميراتنا بكل تفاصيل حياتهم، وفجأة نختبرهم، نختبر معدنهم وإنسانيتهم من خلال تعريضهم لموقف إنساني صعب. وعلى مدى تفاعلهم حيكون تفاعلنا، وعلى مدى نيتهم الصافية وقلوبهم الطيبة حيكون إغداقنا عليهم في تغيير حياتهم. وإنتوا تتابعون تفاصيل كل حلقة، قلوبكم حدق، وحدقات عيونكم حتتسع، وأنفاسكم حتتسارع وحتدمعون، ويصيب أجسامكم قشعريرة، وبالأخير حتضحكون وتفرحون وتتذكرون إنه الأرزاق مرهونة بنواياكم، وعلى نياتكم ترزقون. مرات تستعملون عجينة بالشص؟ مرات عجينة، ما الربيانة أضبط، الربيانة أضبط من العجينة، لان ما تذوب وتطيح بالمابسة تنقع. اي صح، مثل الخبزة ومثل الصمونة. اي بالضبط. لكن اليوم
راح نحكي عن قرصة الخبز اللي صيد رزق كبير. أم قاسم أم عراقية من أهل البصرة، البصرة أم الخير. أم قاسم أم عجونة بالضيم والألم وصعوبات وقساوة الحياة. أدها 4 أولاد و3 بنات، ربي يخليهم يعني العدد 7: قاسم، مسلم، طاهر، باقر، وردة، زهراء، فوادة. أم قاسم تطلع من الصبح وتبيع الخبز بسوق الجمهورية في منطقة الجمهورية بالبصرة إلى حد ما يصير وقت الغروب. الكل يحبوها ويحترموها لأن هي امرأة عراقية من صنف عظيم الصبر. أبو قاسم كان يعمل سائق تاكسي، صاب مرض عضال صعب، باع السيارة وصرف كل فلوسها على العلاج. خلصت الفلوس والحالة الصحية تدهورت لأبو قاسم لدرجة هو الآن مقعد وحركته جدا صعبة. أم قاسم هي المسؤولة عن هاي العائلة من خلال قرصة الخبز اللي تخبزها للناس. الصيد يراد له صبر. يراد له صبر. كل رزق يراد له صبر. تتعبون ساعات طويلة ومرات من الصبح لليل وماكو شيء. مرات خيمنا الله يحفظك. اليوم الصبر كان مفتاحه كبير ويانا. تابعوا التفاصيل. اتفقنا ويا ليلى طفلة عراقية من أهل البصرة. أعطيناها علبة دواء وقلنا لها تروحين ركض على أم قاسم حسب اتفاقنا معاها بمشهد تمثيلي. راح تقولي لها خالة طيني خبز بألف، لأنه بسرعة لازم أرجع للبيت أودي الدواء لوالدتي. بهالأثناء يتصل شخص هو أبو ليلى قدام أم قاسم ويقول لها: ليلى بابا اعطيني منو يمش قريب. ليلى تنطي التليفون إلى أم قاسم. الأب حيقول لها: الله يخليك حجية، خلي بنتي يمك، لأنه والدتها هسه توفت وأني ما أريدها أبدا ترجع للبيت وتنصدم وتشوف الحال اللي إحنا بيه. أم قاسم شنو حتسوي؟ حتقول هاي مسؤولية وما أتحملها؟ حتقول يجوز هذا الرجال مو أبو البنية؟ حتقول هاي البنية شلون إذا ظلت تسألني ويجوز تضطر تنهزم من عندي وتروح لغير مكان؟ هواية أسئلة، لكن شنو حيصير؟ وصلت ليلى يمها مو؟ أنا بس المكالمة إذا صارت ترى ما أسمعها زين، فقولوا لي فورا شنو دا يقولها أبوها. السلام عليكم خلا. بس خلا بتكفي. بس خلا نخلص. يما سمعنا عليك خبزات وشو؟ خلا خسيت أنا. لا هلا بابا. بابا ليلى وين؟ أنت
سكر مو ما تقدر. انا مو خبازه ما حطيت جوا فوق ما له غرض. انا اسوي اي خبازه دعيني اياها خلاص. ها حبيبي ليش بابا يريد يحكي وياك؟ ها بابا يريد يحكي وياك. الو السلام عليكم. شلونك اختي؟ الله يسلمك اختي. بلد احمد هاي البنيه ليلى قامت تريد تشتري من عندك خبز. هاي اريد اطلب من عندك طلب بس تخليها يمك لمده ساعتين الثالثه اذا ما تصير زحمه عليها. زين وين اخليها؟ اخليها يمي؟ اي والله تعرفين ليش؟ لانه امها توفت اليوم ما اريدها ترجع للبيت. ما يخالف تشوفها بهيك حاله. ما يخالف خلي. اي والله اقول لك اخوي انت منو؟ انت منو؟ لا يا زحمه. اني محمد ابو ليلى امينك. ياهو ابو هاي البنت اللي يمك اللي تشتري الخبز. انا ما اريد اكسر نفسيتها وتشوفها ما بهيجي. ما يخالف خليه. انا بس بقيها يمك ساعه ساعتين حتى اذا خلصت الشغل ورحت للبيت. انا خليني هاي هي الله وياك. انا هسه ملتهي اخبز حمى الله والدي. خليها يمك بطن عين. السلام عليكم. يا بنين عليه تتفاعل تستوعب الموضوع. ها صاير يقول هسه اجيها شويه قاعده اتاخر ازدحام بالطريق. هسه راح يجي. اقعد وروح روح اطلع اطلع. يقول ازدحام بالطريق بس تعال هنا من هنا قاعدين من شويه حراره. لا يقول ازدحام بالطريق. خلتها يمها خلتها يمها مو بس التليفون يساعد ليلى. زين خلاص انا اقدر اروح لبيتنا. خلاص اقدر اروح لبيتنا. لا هسه يجي بابا ياخذك. قال لي خليها يمك لما ما اجي. انت تبقين يمي من هنا لما انا اجي. مسلم تعال. مسلم بعد امك. الو جيبني جيبني خلاص خلاص. ها ها الو يلا احنا نخبز غدا. السلام عليكم اختي. ايه مو انت بكم ما افتهمتي؟ وين الدبه ما تنطيني؟ ما الدبه ما ماي. هاي ليلى بنتي امها توفت ما اريد ترجع على البيت هسه تشوفها متوفيه او تشوفها احنا بطيئه نتيجه حالها حتى نفسيتها لا تنكسر. فممكن تبقيها يمك بس شوف ساعتين ثلاثه قبل ما تكمل الاجراءات ما تكون تاخذها من عندك اذا ما تصير زحمه. واني اشكرك واني ان شاء الله من اخلص بس اخابرك تخليني العنوان مال بيتكم واني انددك بالسوق اذا انت باقي بالسوق اني ارجع ان شاء الله. ما يخاف هم خبر مو ابوها خبر مره ثانيه لانها ما استوعبت الموقف وقالت خلاص ايش معادنا خلاص هي تمام بعدين ترجع خلاص هو هي الحجي خلاص. انا والله فيها ضغط وجبت لها دواء اقدر اوديه لها. لا ما يصير تبكي هسه بابا راح يجي وياخذ. قاعد بس خلي عبري هنا قاعد قاعد وصلت عبري شاف شكرا. هاي عبد بيتنا وديني اول بس خلنا نخلص. زين خلا وديني انتي ما علي شان اخبز. ما علي شان اخبز. خلي قاعد اخبز دولا. ها شوفا اخوتك كبريه تسوي حلو. ها لا تسالف وياها مو لانه هي سب داخلها تعرف هاي البنيه يتيمه صارت وماكو احد. شو تبوي زعليني معدتي؟ ها انت تقولي ماما مريضه انا مو مثل ماما. يلا حبيبي فدوا على عيونك حبيبي. تعال حقك شوي اشرب شوي اشرب شوي. زين اشرب شوي اودي الدواء ب 10 دينار. هسه اروح انا وياك. اشرب اشرب باعي. هسه نخلص خبز ونروح انا وياك خوش. يلا جابوا لها عصير حتى يخلوها يعني تطمن. لا لا هذا روحي بيت. لا هذا معميلي قال لي خليها بصفك لما مع شويه ازدحام بالطريق هي حاله من المدرسه. خلاص اذا انت عندك شغل انا اروح عندك. يومك شلون تروحين وحدك؟ هسه انا اخذك واروح بيتنا قريب. انا عندك ما يصير ما يصير بس انا اخذك واروح. بس خليني اخلص اذا ما جات بابا انا اخذك.
جوعانة؟ ايش تريدي سكيكة؟ شيء؟ الضروره بس حبيب واذا ما اجى بابو خلاص انا ودي ايش تردين؟ خلاص شباب يعتبر المشهد نجح لان هي ما تخلت عن الطفله ورغم المسؤوليه بالموضوع. يلا نستعد احنا خلي الشباب يتحضرون عيني حتى ننزل عليها. ويا ابو عبد الله تمام يلا شباب غير مواقعكم كملوا كاميرتين. خلنا نجيب لك كيكه شيء. خلاص اروح انا اروح. لا ما يخافوش انتم ممكن تدلي روح اتفدي شوي. بس خلنا نخلص الفوزه. اطرق لي كم وياي خبز هني. هات ما عندي شغل انا اروح عندك. لا شلون؟ انت امانه عندي شلون تسافرين؟ بابا ما يقبل اتاخر. بابا واذا ما ما يقبل اتاخر. زين حبيبتي انت مو شفتي بابا خابراني قبالك؟ ها؟ إيه؟ تدرين هسه انا حتى ابوك ما عرفني احنا ما عرفني معاملة انا هواي ما اعرفه يا محمد. بس خلنا نشوف وين اعرفه. يولا. صح. انتظر اشوف هسه ان شاء الله يجي هسه ان شاء الله حبيبي صرفوا لي صرفوا لي خلنا نمشي دوري مدد خاله ام قاسم مرحبا شلون صحتك؟ مصطفى خاله وينك؟ مرحبا ميتنا خاله احنا من قناه الشرقيه مرحبا وهاي البنيه ابوها خابرش قال لي خليها امانه اي هذا هو ابوها هلا بيك مرحبا الموضوع هذا مو صحيح امها ما بيها شيء احنا سوينا هذا المشهد اللي تشوفيه هو مشهد تمثيلي ردنا نشوفك انتي راح ترعين البنية لو لا ومحضرين الجائزة كلش كبيرة على قد الخير اللي سويتيه فان شاء الله راح نغير حياتك تماما وراح نعطيك جائزة فلوس كلش هواية واني اشكر قلبك الطيب اللي رعيتيها وخفتي عليها هذا كله كان تمثيل وانت نجحتي بالاختبار وعلى قد نيتك الله راح ينطيش اضعاف هسه نطفي التنور ونروح للبيت حتى نطيش الجائزه ترضين الصدق القاعد عليها بس بس تقهرت بقلبي والله العظيم انت على نيتك نيتك صافيه الله جابنا يمك خالص كم خبزه باليوم تخبزين حسب رزق رب العالمين تجيني طلبيه اخبز تشيز نص تشيز تشيز ونص تشيز يعني تقصدين قونية؟ اي يعني ايش كم كيلو؟ 50 كيلو تخبزين 50 كيلو بالليل؟ اي اي تطلع 300 خبزه 350 خبزه ما شاء الله بس خاله هيك تعب عليك ايش اسوي؟ خل خاطر عين العيش عندك البنات عرفت اسمائهم ورده وزهراء وفواده وطاهر وباقر ومسلم ومسلم انا اعرف اسمائهم بس انت ما تعرفين انا شان عرفت اسمائهم ايوه اكو شباب قالوا لك احنا من جمعيه انسانيه هي جمعيه الانسانيه هي قناه الشرقيه سويت؟ لا ما تبغى علمتك شلون تخبزين؟ هاي البطلة شفتي شلون قنعتك؟ شلون قنعتك؟ احنا محفظيها صار لنا يومين نحفظ بيها. لا هي جبناها ممثلة موهوبة. طيب احنا قلنا خطير. ايه
طبعا كل اللي بالسوق فرحوا وكل اللي بالسوق هنوها. أم قاسم انصدمت، ما قدرت تجمع أفكارها، فكرت بس إنه عندها شجرة بالتنور لازم تكملها، لأنه هي مواعدة أحد الأشخاص على طلبية خبز، وما قبلت أبداً تطفي التنور إلى حد ما تكمل طلبية الخبز. وعدينا السوق ووصلنا إلى بيت أم قاسم. يبدو أنه في الأسواق الشعبية الكثير من أمهاتنا اللي مشبعتهم الحياة ضيم وصبر. يا مرحبا، مساء الخير، شلون صحتك ابو قاسم؟ احوالك؟ مرحبا، انتو التوم مو؟ منو طاهر ومنو باقر؟ انت باقر وانت طاهر، تمام. يا هلا يا هلا حبيبي. البلبل مال منو؟ ماتك؟ اوكي. ابو قاسم، احنا سوينا موقف بأم قاسم. إحنا قناة الشرقية. الله يخليك ويسلمك. وهذا البرنامج هو يستهدف الناس اللي معدنهم أصيل وظروف الدنيا شوية متعبتهم. إحنا هدفنا نساعدهم، بس قبل ما نساعدهم نتأكد إنه هم الخير رايح المكانة. أم قاسم دزينا لها بنية صغيرة ودا تاخذ من عندها خبز. بهالأثناء أبوها دق عليها تليفون، قالها بابا انطيني منو يمك أحد كبير. قالت له بس الخبازة موجودة. نطت البنية التليفون إلى أم قاسم. الأب حكى ويا أم قاسم، قالها خلي بنتي يمك أمانة، لا تخليها ترجع للبيت لأنه والدتها توفت. فأم قاسم كتمت على الموضوع ورعت البنية، راحت اشترت لها شربت. هذا كله احنا دراقب من بعيد وهي ما تدري. ما قلت له ما تحمل مسؤوليتها، ما قلت له يا أخي أني ما علي، وافرض أنت ما إجيت، افرض أنت مو أبوها، أني ليش دا أتحمل مسؤولية هالطفلة. لا، شالت همها ودارتها إلى حد ما وصلنا. اتأكدنا أنه أم قاسم معدنها أصيل، ومهمتنا الآن احنا نغير حياتكم. حياتكم صعبة، عرفنا ابو قاسم يعاني من يعني مرض صعب خلاه يفقد القدرة على الحركة. كان يشتغل سايق تاكسي وباع السيارة على مود العلاج وما قدر يكمل. قاسم الكبير يم خوالة، لانه البيت ما يكفي البيت، بس هاي الغرفة اللي دا تشوفوها، وهنا هاي للبنات. مرحبا، شلونكم؟ الغرفة ما بيها كهرباء، ما بيها ضوء، ما بيها ضوء. أي هسه احنا رح نعطيكم فلوس كلش هواية، ملايين ملايين ملايين. بس تدرين انت من جيتي هناك عبالك تريد تشتري خبز؟ اي والله قلت لها ويت خاله ما عندي انا خبز، اعذريني. انا حسيت هي مدهوشه انه اني شنو جابني قبالها. فقلت لها واصرارك انه تخلصين الطلبيه مال الخبز وما ترجعين الى حد ما تقلهم. قلت لك جوائز وملايين وان شاء الله هاي الفلوس تفيدكم بحياتكم. رجال اعطاني خبز فلوس وقال لي تعنيني. قلبك طيب حبيبتي. هسه اني ما جيت اشتري منك خبز، جيت اشتري منك طيبه قلبك اقدمها للناس. تعرفون انه على نياتكم ترزقون. هسه الصندوق الاول عشت ايدك سفيان، كلها
ملايين 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 كلها فلوس. الزم هذا اول صندوق. ثاني صندوق. شكرا استاذ علي. ملايين ملايين فلوس. الزمي ربي يفرحكم دوم ويسعدكم. باكر بالصبر يفتح بالدنيا اليأس مرفوض. عيشوا يا الامل تربح وكل زمان للسعاده بدايه وكل زمان الحزن نهايه. خير الكلام يا عيني عليك. يعني يجوز حتى اسمي اجى بتسجيل في يوم من الايام احد السنين قالوا شنو تريد؟ قلت لهم هذا التقي ويا الشرقيه. قالوا احنا مو الشرقيه. قلت لهم ها زين انا تقدرون توصلون للشرقيه؟ قالوا شنو تريد؟ قلت لهم انا مريض عندي عصب رجلي وحاط حيل تعبانه وجاي شفت صعدتي الله شاهد هاي صعدتي مثل كل يوم الله شاهد الله شاهد الله شاهد اصعد صحوف وانزل صحوف بالقران الشريف واذا احترفت الدنيا كلش اظل العصب. فقال لي بكران اظل العصب ولما ما تعوق رجلي وحياكم الله. أبو قاسم اللي ساقنا عليك هي نية زوجتك الصافية ونيتك الصافية وربي يخلي لكم أولادكم. وإنتي مرة سندتي العائلة وسندتي أولادك. تقولين أخبز باليوم جونية يعني شتوفة قولي 350 خبزة. أي مرات أكثر. فالله يعينك ويعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله هاي الفلوس تقدرون تسوون بيها شيء زين. ودائما نلقي الناس اللي عندهم فقر حال لكن عندهم غنى نفس عظيمة نتعلم من عندكم ونتشرف بيكم. ربي يديمكم ويخليكم. نشوفك بالخير وعلى نياتكم ترزقون. مع السلامة. الله يخليكم. الرزق ايش قد ما يكون صعب ويراد له صبر هواية لكن نتيجته حلوة. شوف شان شمت شان يقول لك رزق البنات واسع. لو كل البشر تنساك ما ينساك لي خلقك ربنا يوزع الأرزاق نيتك رباك يرزقك. حال الدنيا يوم وياك مرة ويوم بحلوة تتعلم من الأيام صير من الحياة أقوى. وكل باب التجي مقفول باكر بالصبر يفتح بالدنيا اليأس مرفوض. عيشوا يا الأمل تربح وكل زمان للسعادة بداية وكل زمان الحزن نهاية. خير الكلام هي كلمة إرادة والمحبة عبادة كل دقيقة سعادة. خير هي كلمة إرادة والمحبة عبادة كل دقيقة سعادة. على نياتكم ترزق.
يرزقون الخير على نيتكم ما يروح الغير. عاشر بالمحبة الناس بالحب دنيتك تحلى، واترك للأمل إحساس مهما تطول الرحلة. مد ايدك لكل إنسان، انطي لكل بشر طاقة، عيش الدنيا فاعل حب، الحب قوة عملاقة. تجمعنا الحياة ونصير ذكرى من بعد فترة، مثل الغيمة تمطر خير وتعيش بألف شجرة. عيش الحياة وابدي صفحة جديدة، عيش الحياة هي قصة سعيدة. عيش الحياة السعادة شجاعة، الفرحة هي قناعة والفرج على ساعة. عيش الحياة السعادة شجاعة، الفرحة هي قناعة والفرج على ساعة. على نياتكم ترزقون الخير، على نياتكم ما يروح الخير.